منذ متى لم تكتب رسالة ورقية وتلصق عليها طابعا وترسلها في البريد وتنتظر أشهرا كي يصلك الرد؟ الرسائل الورقية عنوان لزمن جميل كما يصفه محبوه، وفسحة كان أهلنا وأجدادنا يستخدمونها للتواصل قبل أن تظهر وسائل الاتصال الحديث التي بين أيدينا الآن. تحمل الرسائل الورقية كما يقول محبوها طابعاً خاصاً، وتترك أثراً كبيراً في نفس المتلقي، لأنها ببساطة تحمل رائحة المرسل وخط يده، وقد تتحول بلحظة ما إلى قطعة أدبية وفنية كبيرة، كما حدث مع الأديبين جبران خليل جبران ومي زيادة، لتكون أغرب قصة حب في التاريخ. عاشت سوريا فترة التراسل الورقي بشكل كبير، واستعمل السوريون المجلات العربية للقيام بالتواصل مع الآخرين، فكان شكل الفيسبوك الورقي هكذا وهكذا. ورغم اندثار الرسائل الورقية في سوريا وغيرها من الدول وتحولها تدريجياً إلى الآلات الكاتبة والحواسيب لاحقاً، تقول مؤسسة البريد السورية ولأول مرة منذ عشرات السنين إنها حققت ربحاً صافياً بلغ 70 مليون ليرة، حيث يحيلك التدقيق في ذلك الخبر أن الربح ناجم عن الطرود وعمليات الشحن وليس الرسائل، لتبقى الرسائل الورقية أسيرة الماضي الجميل أمام جحافل السوشيال ميديا التي غزت كل تفاصيل حياتنا.